أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من الزراعة. لنعمل اليوم تتم لزراعة البطاطا والحصاد تبع البطاطا. أنا هذا الفرع تبع البطاطا زرعته تقريبا ببداية الخريف، وصلوا لهلا تقريبا 4 شهور، وهلا بدنا نحصد البطاطا اللي بقلب هذا الصندوق. رح نبدأ سوري أول شيء نفك الربطة، وقلنا انا كنت حاططها على هذا الغصن عشان ما ينقرف العرق. هلا رح نشوف البطاطا مع بعض، ننقله بالصندوق ونستخرج البطاطا. وهي البطاطا، شوفوا هلا مرة طلع الإنتاج أكبر لأن الحوض كان أكبر، في صغار يا ما شاء الله ليكو، في صغار كمان دول كان ممكن يكبروا. شوفوا الإنتاج هذا طلع كبير، في حبات صغار. هلأ ما حدا يقول لي إنه قطعنا الفيديو، هي صورنا لكم إياها كامل. ما بعرف إذا لسه في بالحوض بطاطا، في هنيك شوفوا هاي. بدنا ندور على كل يعني المعنى انه قد بيكون الحوض اكبر اللي بتزرعوا فيه تكون البطاطا اكبر، ونوعها اللي بتزرعوها بالبيت بتكون طيبة. ندور اذا في ايام فيه. طبعا انا اللي زرعتها هي عبارة عن بطاطاية واحدة، شوفوا قد ايه عطيت، يعني انتاج كبير. طبعا نوعية التراب بدها تكون ناعمة مثل هاي مشان نقدر نستخرج البطاطا. انا هذا الفرع رح ارجع رجعه على التراب لحتى ممكن يمكن يكبروا هدول الحبات الصغار. إذا عجبكم الشرح لايك للفيديو، لايك لصفحتي على الفيسبوك، شاركوا في قناتي على اليوتيوب، شاركوا أصحابكم، وشكرا لكم. فيهم بطاطاي كمان، وشكرا لكم وإلى اللقاء. أعطيني الصحن. منظر البطاطا اللي بالبيت كتير حلو. وهلأ هاي وجبة الغداء تبعنا اليوم، بتمنى انتو كمان تزرعوا بنفس الطريقة اللي شرحنا لكم اياها بالفيديو السابق، وتتمتعوا بأطيب بطاطا ممكن تاكلوها. لسه بدي ادور بقلب التراب ممكن يلتقى كمان حبات بطاطا. رح ارجع هلا التراب على الحوض وارجع ازرع هذا الفرع. واذا رجعنا عملنا حصاد بعد فترة كمان برجع بصوركم اياها.
وميزة هي البطاطا اللي بتزرعوها بالبيت ما بيكون فيها مواد كيماوية، بتكون كلها مسقية. أنا هلأ وقت حطيتها هي على السطح ما اضطريت إني أسقيها، لأنه كانت عم تنسقى لحالها من مية المطر. ممكن اضطريت أسقيها مرة أو مرتين بس كل هالفترة. وهي البطاطا بتكون بالنسبة لكم أكلة صحية 100%، لأنه إنتاج من السطح ومن البيت. مثل ما لكم شايفين ردينا التراب، عبيته بنفس الصندوق ورجعت هذا الفرع. رح انتظر عليه فترة من الزمان وارجع اشوف اذا صار بقلبه بطاطا او لا. هذا كل شي بقدر لكم اياه اليوم بهذا الفيديو. اي سؤال ممكن تحطوا لي اياه تحت الفيديو وانا برد عليه. بتمنى كلكم تجربوا هالطريقة تستفادوا من حبة بطاطا، ممكن تطلعوا كليين بطاطا. وهي البطاطا مثل ما لكم شايفين غسلتها بالماء، كتير منظرها حلو. بتنبسطوا اذا عملتوا بهالطريقة، كتير بتفرحوا لما بتزرعوا شغلة بتلاقوا حصاد مثل عندي تبع البطاطا.